اللهم صل وسلم وبارك عليه. وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع، يحصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية، ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويسيئ جنائيهم ولا يحقر فقيرا أدقاه الفقر وأشواه، ويقبل المعذرة ولا يقابل أحدا بما يكره، ويمسي مع الأرملة وذوي العبودية ولا يهاب الملوك، ويغضب لله تعالى ويرضى لرضاه، ويمسي خلف أصحابه ويقول خلوا ظهري للملائكة الروحانية، ويركب البعير والفرس والبغلة وحمارا بعض الملوك إليه أهداه، ويعصب على بطنه الحجر من الجوع، وقد أوتي مفاتيح الخزائن الأرضية، وراودته الجبال بأن تكون له ذهبا فأباه. وكان صلى الله عليه وسلم يكل اللغو ويبدأ من لقيه بالسلام، ويطيل الصلاة ويقصر الخطب الجمعية، ويتألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل، ويمزح ولا يقول إلا حقا يحبه الله تعالى ويرضاه. وها هنا وقف بنا جوات المقال عن الطراد في الحلبة البيانية، وبلغ ظاعن الإملاء في فدافد الإيضاح منتهى. أطر اللهم قبره الكريم بأرفي شذي من صلاة وتسليم.